حول هذا المشروع تحديدا، المشروع الذي كان يتحدث فيه السيد محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مشروع مدينة دمياط للأثاث. نذهب مع حضراتكم لمتابعة هذا العرض البياني والمعلوماتي حول هذه المدينة كواحدة من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها. الزميلة أسماء قنديل تصحبنا في هذا العرض. لجأت مصر لبناء مدن استثمارية لدعم الصناعة الوطنية والاتجاه إلى التصدير مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط. المدينة الجديدة بتبعد عن مدينة دمياط 20 دقيقة، ومساحتها الكلية بتبلغ 331 فدان. الهدف من المدينة تركيز صناعة الأثاث المصري، وهتضم أكثر من 2000 ورشة ومصنع. المشروع يشمل مصانع كبيرة على مساحة 50 فدان ومناطق للصناعات التكميلية وورش متوسطة وصغيرة. المدينة هتضم كمان مجمع معارض بمساحة 21 فدان وفندق ومجمع حكومي وقاعة مؤتمرات. هتهتم المدينة بجودة المنتج اللي هيتم تصديره، عشان كده تم إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث لاختبار المنتج، وده طبعا بهدف زيادة فرص الترويج. تكلفة إنشاء المدينة 5 مليار جنيه في كل مراحل المشروع، في حين أن المرحلة الأولى فقط هيتكلف إنشائها أكثر من مليار جنيه. ومن المقرر أن المدينة توفر أكثر من 130 ألف فرصة عمل.